أهلا بكم. كوكب الزهرة، الكوكب الثاني بقربه من الشمس، كوكب غريب من نواح كثيرة. وكوكب الزهرة كحال عطارد يحدث له عبور أيضا أمام الشمس، وكان آخر عبور له في عام 2012. ونقدم إليكم 10 حقائق لا تعرفونها عن كوكب الزهرة. البراكين الزهرية. يوجد عدد من البراكين على كوكب الزهرة أكثر من أي كوكب آخر في النظام الشمسي. يعرف علماء الفلك وجود أكثر من 1600 بركان على سطحه، ولكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد من البراكين الصغيرة جدا التي لا يمكننا رؤيتها. يعتقد العلماء أن معظم هذه البراكين نائمة، على الرغم من أن البعض منها قد لا تزال نشطة. حيث الأيام أطول من السنوات. يستمر اليوم على كوكب الزهرة 243 يوما من أيام الأرض. هذا هو الوقت الذي يستغرقه كوكب الزهرة لإجراء دورة واحدة حول نفسه، بينما يكون العام على كوكب الزهرة، أي فترة دورانه حول الشمس، أقصر، حيث تبلغ تقريبا 225 يوما فقط من أيام الأرض. يدور كوكب الزهرة في اتجاه عقارب الساعة على محوره، على عكس الكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي، حيث تدور جميع الكواكب الأخرى عكس اتجاه عقارب الساعة على محورها وحول الشمس أيضا. يدور الزهرة أيضا حول الشمس عكس اتجاه عقارب الساعة، لكن دوران محوره غير المعتاد يرجع إلى كونه مقلوبا رأسا على عقب، فقد أطيح به في موضعه المستقيم في وقت سابق من تاريخه. كوكب الزهرة الحارق. نظرا لأن الجزء الأكبر من غلافه الخارجي يتكون من ثنائي أكسيد الكربون، فإن تأثير الاحتباس الحراري الشديد يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح كوكب الزهرة، ويمكن أن تصل درجات حرارة هناك إلى 470 درجة مئوية، والسطح ساخن بدرجة كافية لإذابة الرصاص بسبب الغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري. ضغط شديد. ضغط الهواء على سطح كوكب الزهرة شديد، يبلغ حوالي 90 مرة أعلى من الضغط عند مستوى سطح البحر هنا على الأرض. بمعنى آخر، الضغط على كوكب الزهرة هو نفس ضغط الماء على الأرض في حوالي كيلومتر واحد تحت المحيط. ألمع كواكبنا. في حين أن كوكب الزهرة ليس أكبر كوكب في النظام الشمسي تقريبا، فإن قربه من الأرض يجعله ألمع الكواكب في السماء، كما أنه يعتبر ثاني أكثر الأشياء سطوعا في سماء الليل بعد القمر فقط. كوكب الزهرة والقدماء. كان كوكب الزهرة هدفا للمراقبة لآلاف السنين. تتبع البابليون القدماء تجواله في السماء في سجلات تعود إلى 1600 قبل الميلاد. كان عالم الرياضيات اليوناني فيثاغورس أول من اكتشف أن ألمع النجوم في السماء الصباح والمساء كانت في الواقع نفس الشيء، وهو كوكب الزهرة. كوكب عاصف. تنتقل الرياح عبر كوكب الزهرة بسرعات فائقة، يمكن أن تصل إلى 724 كيلو متر في الساعة في طبقة السحابة الوسطى. هذه الرياح الزهرية هي أسرع من أسرع إعصار على الأرض. كوكب الزهرة له مراحل مثل القمر. نظرا لأن كوكب الزهرة يدور حول الشمس داخل مدار الأرض، يبدو للكوكب أطوار مثل القمر. عندما يكون الزهرة على الجانب الآخر من الشمس فهو في طور كامل،
بينما يظهر في طور جديد عندما يكون بين الأرض والشمس. وكان أول شخص شهد هذه المراحل عالم الفلك الإيطالي غاليليو غاليلي عام 1610. العديد من الزوار. استكشفت أكثر من 40 مركبة فضائية كوكب الزهرة، وقامت مهمة تدعى ماجيلان في التسعينيات برسم خريطة لسطح الكوكب. شكرا لمشاهدتكم.